بشار العمودي صاحب أحد أقدم محلات القطايف في محافظة المفرق يعمل على استقطاب طلبة جامعيين للعمل طيلة شهر رمضان بهدف توفير فرص عمل تساعدهم على تأمين احتياجاتهم الدراسية ودفع رسوم الفصل الدراسي. محل هون من أقدم محلات بيع القطايف من يعني رحمة الوالد من 78، يعني كان فاتح حلويات والحمد لله بلش بهالمين هون يعني بمحافظة المفرق، والحمد لله أنا طبعا أخذتها منه الحمد لله طبق يعني الأصل، والحمد لله طورت فيها الحمد لله، طورت كعجين كعجانات مثلا كماكينات صب كإيش الحمد لله، يعني من أن أنظف الحمد لله المحلات وإنه الجودة العالية. طبعاً إحنا كل يعني السنة من جيب طلاب جامعة عشان بيساعدوا حالهم بالمصاريف، وعلى مدار حوالي 15 سنة تقريباً كل يعني سنة بشهر رمضان طلاب الجامعة هم يعني عندي هنا الأساسيين. طبعاً هذا الموسم الثاني إلي، يعني السنة الثانية من رمضان وأنا أشتغل موسم القطايف. شهر رمضان والشغل في رمضان وفر لي اني اوفر رسوم الجامعه، اخفف من اهلي، اشيل انا عبء المصروف عن اهلي، انا اشيل مصروفي الشخصي، بشتري امور الشخصيه اللي لنفسي، امشي اموري بدون ما اتكي على اهلي. انا يعني عدم مؤاخذه شاب عمري 21 سنه، والان هاي المرحله العمريه اذا الانسان ما ارتكز على نفسه بالمرحله العمريه هاي خلص عمره فناء مبثوره، خلص راح عمره كامل. العمل برمضان يساعدني بالدراسة من ناحية اعتمادية على النفس، ولو أنه مرات يصير في تخبطات، يعني يصير في عدم توازن بين الشغل والدراسة، لكن مو مهم، المهم التجربة وهاي الأمور تعدي. يعني المهم أنه الواحد يعتمد على حاله، يكون حاله، والجانب التجربة أقوى من الجانب المادي، ولو أنه الجانب المادي مهم ويحل بعض الأزمات، لكن تكوين النفس مهم والاعتماد على الذات مهم.